نيجي بقى لمرحلة الايه الايديت بتاعتنا بس في البوست. الراجل بعد ما داس على زرار سيف يا ترى ايه اللي هيحصل، يا ترى ايه اللي هيحصل. الاول طبعا هنقي من الشاشة ديت الكاتيجوري وطبعا كان المفروض نحط ليبلز، لان بص في الايديت ما بتش بقت الدنيا في الضياع، يعني ممكن نبقى نضيف ليبلز على الفورم دي، يعني زي الليبل ده يعني لكل الكنترولز اللي احنا بنشتغل عليها. هنا البرايس يعني ممكن نحط هنا ونسميه ونقول كده برايس، و ليبل بقى على كل ايه كنترول يعني على السريع، مش هياخد مننا وقت ان شاء الله. Text area description. مظبوط كده الاول ولا عمال نكمل وخلاص؟ ايوه تمام تمام تمام. تبقى ليا مين؟ التايتل. على فكره احنا برضو ممكن نعرض الاي دي بتاع المنتج ونقفله، بس مش مشكله قوي يعني، ممكن لكن ممكن نعمل ده الاي دي بتاع المنتج ونعمله ديسيبل، يعني اقصد ما يبقاش بيتحكم فيه يتعرض، يعني مش مشكله ان هو يتعرض. بس كده لو رجعنا عملنا ريفريش تمام، ادي الايه البيج بتاعتنا اهي، بقت كده الدنيا اوضح شويه والدنيا تمام جدا، وفاضل ان احنا بقى نشغل الفانكشن بتاعتنا بتاعت الايديت برودكت اللي هي فعليا بقى المفروض تعمل جمله ابديت يعني، بس هي هتاخد الحاجه العناصر من على الشاشه. تقريبا عملنا نفس الفكره دي في الاد، يعني العناصر الفاريبلز بتاعتنا من على الشاشه اهو. طبعا حكايه الصوره دي احنا عملنا لما المفروض يعني في الايديت برضو يقدر يعدل الصوره، المفروض تعملوها انتم دي، بس مش مشكله يعني. احنا خلينا نشوف كده المسج والكاتيجوري والتايتل والديسكريبشن والكوانتي والبرايس والفايل ابلود، وفاضل لنا واحده مهمه جدا اللي هو البرودكت اي دي. هيجي منين البرودكت اي دي؟ قلت له برضه هيجي من الريكوست، الريكوست بس مش دوت فايلز ولا دوت بادي، لان ده جاي لي من بارامترز واسمه اي دي من فوق، صحيح؟ ده الاي دي كده. دي العناصر بتاعتنا. المره دي عايز اكتب جمله ابديت على الداتابيز، يعني لو رجعنا كده لاصل الموضوع عشان نشوف تيبل زي ده، لو دخلنا على الاس كيو ال بتاعته وقلنا له ورينا جمله الابديت الجميله بتاعتك، قال لي الجمله اهي اهو، يعني لو احنا فتحناها هنا كده اهو هتبقى ابديت برودكت ست برودكت اي دي بيساوي كذا. قلت له غلط، دي اول واحده، لان احنا مش هنعدل رقم المنتج ابدا، انا اصلا بمسك المنتج كله من رقم 22 هيفضل طول عمره رقم 22، اغير عنوانه بقى، اغير الكميه، اغير السعر، اغير لكن انا مش هغير كده. انا هغير بدلاله الرقم. يعني ايه بدلاله الرقم؟ يعني بدل وير 1 على كده هيعدل لي كل الناس، لا انا هقول له وير ان رقم المنتج كذا، يعني عدل لي الاسم والعنوان والكميه ومش عارف ايه لما يكون رقم المنتج 22، يبقى مش هيعدل غير كام؟ غير انه غير 22 بس. فهمنا؟ طبعا المفروض دي جمل الاس كيو الاساسيه قوي. التايتل بيساوي لازم زي ما اتفقنا نحط هنا فاريبل، فاكرين؟ وده عشان السترنج احط من دبل كوتيشن واكتب تايتل. والكوانتي ده رقم مباشر فانا هحط فاريبل هنا بتاعتي. البرايس برضو ده رقم يبقى يكتب مباشر يبقى بس فاريبل بتاعي يبقى برايس. الكاتيجوري برضو لا ده الكاتيجوري ده نص صحيح يبقى سنجل كوت واكتب ايه الكاتيجوري. و الايمج هنكتبها مباشره دلوقتي ان هي فاريبل ايمج سترينج مؤقتا، والديسكريبشن سترينج برضو
وير ان برودكت اي دي بيساوي ايه variable بتاعنا برودكت اي دي، وده كان يتكتب حر. ادي جمله الايه، جمله الابديت شبيهه قوي بجمله الانسيرت اللي عملناها قبل كده. يعني بدل ما كنا مسمينها انسيرت كويري هسميها ابديت كويري، ودي بتساوي وادي الجمله اهي ست. اتفقنا ممكن نعمل دبل كوتيشن وندوس انتر وكده ايه زائد ودبل كوتيشن. لو احنا عايزين نقسمها على اكتر من لاين يعني. حس بقى متشافة بشكل منظم الى حد ما. دي الابديت. كلام جميل. عايز بس طبعا الفاريبل ده ما يبقاش كده محطوط في التكست. فاكرين بقى حته الدبل كوتيشن والدبل كوتيشن زي ما عملنا في الانسيرت قبل كده، مش هضيع فيها وقت في الشرح كتير، لكن هقول دي تتقفل دبل كوتيشن زائد دبل كوتيشن واحده، وهنا دبل كوتيشن زائد دبل كوتيشن. انا قلبت اهو، كنترول زد كنترول زد، معلش سوري. الكوما الكوانتي ده اسم الفيلد، بيساوي ده الفاريبل، بيساوي ايه الفاريبل. تمام، يبقى هنا دبل كوتيشن زائد وهنا زائد دبل كوتيشن. عارف ان الموضوع ده محتاج تركيز، يعني حاولوا تركز فيه وتعيده كذا مره لغايه ما يثبت في المعنى. ده الفيلد بيساوي دبل كوتيشن زائد دبل كوتيشن. ده الفيلد عادي بيساوي سنجل كوت والدبل كوتيشن زائد وزائد دبل كوتيشن. الايمج ده اسم الفيلد بيساوي الفاريبل لغايه السنجل، هقول له دبل كوتيشن زائد وبعد الفاريبل زائد دبل كوتيشن. ده فيلد عادي بيساوي سنجل كوت بعد كده دبل كوتيشن زائد اسم الفاريبل وزائد دبل كوتيشن واحدة بعد اسم البريد. لا مظبوط، لا في زائد ناقص، خلاص حطينا السنجل. بعد كده ايه وير برودكت اي دي بيساوي اهو دبل كوتيشن زائد، مش محتاج احط السنجل كوتيشن دي خلاص. كونت الجملة بتاعتي، جملة الابديت ان شاء الله مظبوطة. حاول نكتسب يعني وقت، وطبعا برضو زي الاد بالظبط، يعني هنرن الكويري بتاعنا اللي هو اللي كان زي بالظبط ما عملنا رن الكويري اللي هو بتاع الانسيرت. هنرن الكويري بتاع الايه بتاع الابديت، ممكن ناخده كده كوبي ونعدل ما يلزم هنا. ماشي، هنا الانسيرت كويري تقول لا انا هترن مين الابديت كويري. لو حصل اي ايرور هترجع ان سيرفر ايرور سليم تمام، هتقول البرودكت رقم كذا ادت سكسسفول، تقول لا هخليه ايه ابديتد سكسسفولي. ومفيش حاجه اسمها انسيرت اي دي، خلاص انا عندي اصلا فاريبل اسمه البرودكت اي دي على طول مباشر، مش مفيش انسيرت. ده في حاله ان هو اشتغل، حد ان هو اشتغل وكله تمام هيبدا يعمل فايل ابلود برضه. ده بنفس الطريقه، بس خد بالك من حاجه هنشوف هينفع ولا لا، لانه لازم يرابلس الصوره القديمه، لازم يرابلس الصوره الايه القديمه. يعني طبعا انسيرت اي دي لا برودكت اي دي على طول. يعني ايه رابلس؟ لو ما عرفش رابلس هيبقى احنا لازم قبل ما نعمل ابلود، يعني قبل ما نعمل ابلود فايل وام في دي، لازم اعمل ايه ان لينك ودلت الايه واعمل ديليت لل واعمل ديليت للصوره
وارفع الصوره الجديده مكانها، لان المفروض ان الصوره هتطلع بنفس الاي دي، بس هو ان شاء الله هيحصل ريبليس على طول. هو بابليك اسيتس وايمجز والايمج نيم، فين الايمج نيم؟ ايوه اللي هي البرودكت اي دي والفايل اكستنشن. ولو في ايرور كله تمام 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 تمام، ولو في اي اخطاء هي هي. وهنا اقول له ايديت برودكت ماشي. تعالوا بينا ايه نجرب، وطبعا لو تمام ورفع يعمل ريدايركت مباشرة وده صحيح. تعالى نعمل ايه بقى، نروح هنا على المنتج ده سامسونج ايفون ديسكريبشن، اغير الديسكريبشن بتاعه شوية ديتا كده عشان تكون ديتا كتير قوي، عشان مش عارف انا الحجم اللي احنا محددينه كام. تقريبا انا متذكر مش فاكر. غيرنا في الديسكريبشن حبتين، الكمية بدل 70 قلنا لا، الكمية بقت موجودة 7 بدل 7500، قلت له هي ب 7000 بس. وبدل سامسونج فون سميناه سامسونج جالاكسي اي 7. وعاوز ابلود صورة بالمرة بس نكون شفناها يعني عشان نبقى عارفين شكلها. خلينا في الايه، نكون عارفين شكلها، خلينا في المنظر ده اللي هو الصورة بتاعت عشان نشوف هتعرض ولا اللي فيها القلم. اوكي، و نقول بسم الله سيف. ضرب، قال الايمج نوت ديفايند، قلت له مال فين يا عم، في برودكت سطر 81، قلت له ماشي برودكت سطر 81 اهو. ايمج ايمج صحيح، ايمج ايمج ايه، وفي حاجه اسمها ايمج، انا في ابلود فايل دوت نيم ماشي، ده اسم الصوره ماشي. قلت له ارجع باك، خلي كل حاجه زي ما احنا عدلناها، دو سيف. قال لي اتعدل، قلت له مش مصدقك. قال لي اولا قال لي سامسونج جالاكسي اي 7 فعلا، وبقى 7 وبقى ب 7000 والصورة اتغيرت، بقت الصورة دي. لو دخلنا على الايديت كده هي الصورة فعلا بقت الصورة الجديدة، طبعا هي مقطوعة كده عشان احنا عاملين راوند، يعني عشان بنعرض الصورة في الايديت اي جي اس، واحنا عاملين لها راوند سيركل مش عايزينها يطلع الصورة كاملة. ادي الايه، وادي الايه الديسكريبشن بتاعنا اتحط بالكامل زي ما احنا شايفين كده. يبقى كده ادي الايديت بتاعتنا ايه، الايديت بتاعتنا بقت شغاله وما فيهاش مشكله ان شاء الله، والصوره بيحصل لها ابديت على طول اوتوماتيك.